تدعيم التعاون الثنائي بين الهند وأفغانستان في مجالات الأمن والدفاع كان هو محور المحادثات التي أجرها الرئيس الأفغاني حامد كرزاي يوم السبت مع رئيس الوزراء الهندي منموهن سينغ في نيودلهي خلال زيارته الحالية للهند. وأشاد كرزاي بالموقف الإيجابي الذي أبدته الهند خلال تلك المحادثات. وتريد أفغانستان الحصول على معدات عسكرية من الهند مثل الدبابات والمدفعية لتدعيم قواتها العسكرية البرية، كما تسعى أيضا لدعم قواتها الجوية. كما طلبت قوات الأمن الأفغانية من الهند منحها معدات تساعدها في مكافحة القنابل المحلية الصنع والتي تعد السبب الرئيسي في سقوط ضحايا من الجنود والمدنيين في أفغانستان. وكانت الهند قد استثمرت ملياري دولار لإعادة البناء في أفغانستان وتدريب العشرات من الضباط الأفغان، لكنها لم تبرم حتى الآن صفقات أسلحة مع كابول خشية استفزاز باكستان والجماعة المسلحة في أفغانستان. وكان توسيع نطاق العلاقات الدبلوماسية بين الهند وأفغانستان منذ الإطاحة بحكومة حركة طالبان عام 2001 قد أثار مخاوف باكستان. وتعرضت المصالح الدبلوماسية الهندية في أفغانستان بالفعل لعدة هجمات، حيث تعرضت السفارة الهندية في كابول لهجومين بالقنابل، كما هجم انتحاريون قنصليتها في مدينة جلال أباد القريبة من الحدود مع باكستان. خالد حسين، رويترز.